النووي؟ هو الطب النووي ده جزء من الطب، تخصص في الطب بيتعامل مع المواد المشعة في مجالين، مجال التشخيص ومجال العلاج. التشخيص زي المسح الذري، زي الباك سي تي. العلاج عندنا العلاج باليود المشع للغدة الدرقية، وده شيء قديم قوي من أيام أم كلثوم مثلا. وفي حاجات جديدة بتجد، يعني آخرها مثلا علاج أورام الكبد باليترا من المشع. إيه هي استخدامات الطب النووي؟ احنا زي ما قلنا الطب النووي عندنا جزء تشخيصي وجزء علاجي. الجزء التشخيصي هو بيشخص وظيفة الجسم، وظيفة كل عضو في الجسم. احنا لما نيجي نبص ايه الفرق ما بين المسح الذري والاشعاعات التانية، الاشعة المقطعية او الامين او كده، هنلاقي ان الاشعة المقطعية بتشوف التغييرات التشريحية، يعني بين ورم. طيب طبيعة الورم ده ايه؟ او الورم ده مأثر على شغل العضو ولا لا؟ دي شغلة المسح الذري. فانت في مجال الاورام طبعا نمرة واحد، في مجال القلب تسمعي طبعا عن المسح الذري على القلب والكلام ده كله، في مجال الاعصاب وهكذا وحاجات كتيرة جدا. لكن طبعا احنا المين عندنا هو المسح الذري بتاع الخاص بالاورام، والمسح الذري الخاص بالقلب. تخصص حضرتك في الطب النووي تخصص نادر، ازاي احنا بنقدر نستفاد منه في علاج السرطان؟ اولا هو في علاج السرطان انت عندك لازم تشخصي صح علشان تعالجي صح. طيب. يعني لما نيجي نتكلم على الجزء التشخيصي واهميه الجزء التشخيصي، فانت عندك لازم تشخصي صح عشان تعالجي صح. فانت عندك كمان حاجة مثلا زي الباك سي تي، دي عملت طفرة في العالم كله، لأن كان مثلا العيان بياخد الكيماوي ويفضل عنده جزء، ما الأشعة المقطعية تقول لك ده عنده جزء، لكن ما انتش قادرة تحددي الجزء المتبقي ده هل هو متليف ولا هو أكتف تيومر، يعني ورم نشط. الباك سي تي قدر يقول لك ده، فانت قدرتي ان انت تشخصي بدري جدا، لان طبعا التغييرات الوظيفيه بتبان قبل التغييرات التشريحيه، فانت قدرتي تشخصي بدري، قدرتي تتابعي العيان صح، قدرتي تحددي مدى استجابه المريض للعلاج. انت احنا ممكن بعد في بعض البروتوكولات بعد جرعتين او ثلاثه من العلاج بندخل العيان بيعمل بيت ستي وتحددي من خلاله اذا كان هيكمل على العلاج ولا مش هيكمل، ولا هتغيري له العلاج ولا ايه بالظبط. يعني الطب النووي بيستخدم في مرحله مبكره في علاج السرطان، في تشخيص السرطان. علاج السرطان طبعا هو اشهر حاجه ليه، هو علاج سرطان الغده الدرقيه، هو العلاج الاوحد ليها. بيستخدم في علاج او بعض اورام الغدد الاخرى، في بعض اورام العظام، لكن الحديث بقى جدا اللي احنا بنعمله في معهد ناصر هو علاج اورام الكبد باليتريا من المشع. كان في مرحله كده من العلاج دايما يقول لك ايه، لا العيان ده خلاص لا نفع له كيماوي ولا نفع له، فكنا نحقنه مثلا اخر حاجه بقى توصلها ان هو يتحقن بالكيماوي في مكان الورم جوه الكبد، بيدخل بالاشعه التداخليه ويحقن الكيماوي جوه الكبد. بس برضو في بعض الحالات ما كانتش ينفع ان هي تتعمل. مع الجديد الحقن بالمواد المشعه، لا الحالات اللي ما كانتش نقدر نعملها بالكيماوي لا بنقدر ندخل نحقنها بالمسح الذري بالمواد المشعه. مع وجود طبعا الاجهزه الحديثه، يعني السنتين اللي فاتوا الوزاره جابت حوالي 7 أو 8 أجهزة، أحدث أجهزة موجودة في العالم. فدي سهلت لنا جدا إن إحنا نحدد العيان ونقدر نحقن العيان مظبوط ونقدر نتابعه مظبوط. طيب الطب النووي بيستخدم في دول متقدمة، وتخصص حضرتك نادر في مصر، ده بيساعد على زيادة نسبة الشفاء في مرحلة مبكرة؟ طبعاً. بنسبة قد إيه؟ هي النسب مش عندنا احنا بالظبط، لكن هي زي ما بقول لك انت واحد من التيم اللي بيشتغل. يعني لما تيجي تعملي كشف مبكر
ولما تيجي تتابعي صح يبقى انت كده غيرتي المانجمنت بتاع العيان تماما. يبقى انت كده ساعدتي ان العيان ده يشفى تماما. انت بتغيري العيان قبل ما يبقى مثلا في انتشارات. يعني يمكن الكشف المبكر قوي للثدي والكلام ده هتلاقيه في وحدة صحة المرأة او كده. لكن احنا بالنسبة لنا هنا الاساس بيبقى المتابعة. فانت تقدري تحولي العيان اللي هو خلاص ملوش امل في العلاج لعلاج العيان لا ليه امل في العلاج. مش بس في مجال الاورام، يعني في حالات القلب، في حالات يقولك لا حتى الجراحة ما تنفع لهاش. لا دلوقتي احنا هنا في معهد مصر عاملين حاجه جديده خالص ما اتعملتش قبل كده، ان احنا ربطنا جهاز البيت سي تي بجهاز المسح الذري العادي. العيان اللي كان المسح الذري يقول لك لا ده ياخد علاج وملوش جراحه، او يعني غير العلاج العيان اللي تقولي مش محتاج جراحه، لا في عيان تقولي لا حالته ما تستحملش جراحه او مش هيستفيد من الجراحه. بيتم علاجه بالطب النووي؟ لا بيتم علاجه بالادويه العاديه. دلوقتي مع ربط الجهازين دول ببعض بعض الحالات دي بدل ما كنا بقى محتاجين لها هتاخد علاج مكلف بشكل فلاني، بدل ما كنا هندخلها على زراعه قلب او زراعه انسجه او الكلام ده، لا بالاجهزه دي انت بتقدري تحددي لو في نسبه من الخلايا اللي لسه حيه اللي هتستجيب لو عملنا لها جراحه عاديه جدا.